ما تراه الآن أمامك يا عزيزي المشاهد هي لحظة استخدام جنود الاتحاد السوفيتي الكلاب من أجل القبض على الجنود الألمان، حيث بمجرد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية اختبأ العديد من جنود الجيش الألماني خوفا من تعرضهم لانتقام عنيف إذا عثر عليهم الجنود السوفيت، حيث تلقت القوات السوفيتية أوامر بتنفيذ انتقامات بشعة في حق جنود الجيش الألماني أو أي مواطن ألماني، فلجأ العديد من الجنود الألمان إلى الاستسلام إلى القوات الأمريكية قبل أن يتم القبض عليهم من قبل الجنود السوفيت.